معلش يا استاذ ابراهيم، اصل انت فتحتني في موضوع انا عايز اناقشه معاك. انا بقى اتفضل. لما كنا في بطوله العالم استاذ ابراهيم للانديه في اللي خدنا فيه المركز في الثالث، في اليابان، انا وانت وكابتن طارق سليم قاعدين فوق، ايوه، جالنا المنسق العام للبطوله كابتن، وراح موطع الكابتن الخطيب قدامنا وقال له جاهز ابو تريكه هيحصل على المركز الثالث. ايوه السفير قاعد سمع، قال لهم انا ممكن انزل احضر لحظه التوقيع؟ قالوا له ايوه. هشام بدر كان فخور بينا. صحيح. ونزلنا في الملعب قبل الكلام ده، كان في الهاف تايم. واذا بالمباراه يحدث مفاجاه مدويه ويفوز انترناسيونال على البارسا 1-0، وابو تريكا واقف عشان يعلنوا على الجوائز. ولا يذكر اسم ابو تريكا ويذكر اسم رونالدينو اللي كان أسوأ لاعب في البطوله ومشي بعديها على طول من برشلونه. فلما سالنا قالوا الراعي. طب انا بحكي القصه دي ليه؟ ادي اللقطه والمباراه ساعتها. اتفضل. طب انا بحكي القصه دي ليه؟ قالوا لنا الراعي. الراعي كان عامل حسابه ان الجائزه هتروح للبارسا والفيلم كله يتبني على اللقطه دي. وتسويقيا تعلى الدنيا. انهارت، فاصبح عنده التزامات انه لازم بيجيب رونالدينهو يحل له القصه دي. فهارد لك لابو تريكا. اسباب تسويقيه بحته. لكن عملت ايه؟ حركت القرارات. ايوه. هذا ما يدور الان على ساحه الكره في العالم كله.